يثق به ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أنا وأسرة الجريدة الإلكترونية العالم 24 أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأنبياء في القرآن الكريم. في هذه الحلقة سنخصص إن شاء الله تعالى للحديث عن نبي الله لوط عليه السلام، وذلك لسببين اثنين. أحدهما أن لوط عليه السلام كان في زمن إبراهيم عليه السلام، بمعنى أنه وجد في نفس الزمان. والأمر الثاني وهو العذاب الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على قوم لوط عليه السلام، وهو ما يسمى عند الناس باللواط والشذوذ الجنسي، الذي يعاد اليوم الحديث عنه بتبريرات مختلفة ومحاولة شرعنته ومحاولة تسويغه بين الناس تحت تبريرات متعددة ومسميات شتى. فنحن إذ نهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى ونجعل كلامه فوق كلام كل أحد وتوجيهاته فوق توجيهات كل أحد، فإننا نلوذ بكتاب الله سبحانه وتعالى ونعود إليه لننظر في الذين فعلوا هذا الفعل أي الشذوذ الجنسي ماذا كان عاقبته. لأنه عندما يذكر نبي الله لوط يذكر تقريبا هو وقومه بفعلة واحدة، وهي إتيان الرجال للرجال، أي أن الرجال يأتون الرجال من الناحية الجنسية. فالله سبحانه وتعالى بعث لوطا عليه السلام لكي ينهى قومه عن هذا الفعل القبيح، ويبين الله سبحانه وتعالى يعني وجه بشاعته، من جهة أنهم أتوا به بحيث لم يسبق للعالمين أن فعلوه لكنهم اخترعوه، والأمر الثاني أنه العاقبة الأليمة التي انتهوا إليها والعذاب الشديد الذي سلط عليهم. القرآن الكريم يذكر لنا أن إبراهيم عليه السلام يعني جاءه الملائكة وحلوا عنده ضيوفا، فلم يعني إبراهيم عليه السلام يعني من كرمه هرع إلى قومه فجاء بعجل حنيد، يعني عجل سمين حنيد أي مشوي، فقربه إليهم. لما قربوا إليهم يأكلوا رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل إلى الطعام، فنكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني تخوف منهم، يعني لأنه لم يعرفه. فهنا قالوا له إن رسل ربك إليك، يعني بمعنى أنهم جاءوا إليه من الله سبحانه وتعالى. فسألهم إبراهيم عليه السلام قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما شأنكم، لماذا أتيتم؟ فقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط، بمعنى أنه جاءت لحظة العذاب التي الله سبحانه وتعالى توعدهم بها. إبراهيم عليه السلام يعني من حلمه أخذ يجادل يعني الملائكة عسى أن يؤخر العذاب، عسى أن يؤخر العذاب عن قوم لوط، وعسى أن ينصرحوا ويعفو الله سبحانه وتعالى. لكن الملائكة جاءت بأمر الله سبحانه وتعالى فدعوه إلى عدم المجادلة، قال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته. فلماذا كل هذا؟ لأن قوم لوط كما ذكر القرآن الكريم في مواضع ستة، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة القمر، في سورة الحجر، يعني مشاهد متعددة أو مقاطع متعددة من القرآن الكريم ومن صوره بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الفعل القبيح الذي لجأ إليه قوم لوط. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين،
أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم عادون، بمعنى أنكم معتدون. ووصفهم بأوصاف متعددة، وصف بأنهم مجرمون، وبأنهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وبأنهم كانوا من المسرفين. فإذا هي أوصاف متعددة تدل على بشاعة الفعل وبشاعة الحالة التي كانوا عليها. ثم إنهم لم يكتفوا بأن يأتوا الذكران سرا، بل كانوا يفعلون ذلك علانية وشهارا، وذلك ما سجله القرآن الكريم على لسان دعوة على لسان لوط عليه السلام في دعوته حين قال لهم وتأتون في ناديكم المنكر، بمعنى أنهم كانوا يقيمون المهرجانات وخلالها كانوا يعلنون بالفاحشة ويذيعونها. فإبراهيم عليه السلام، عفوا لوط عليه السلام، عندما نهاهم عن ذلك وأنكر عليهم فعلهم، قالوا أو يعني تذاكروا فيما بينهم وتواصوا وتآمروا على أن يخرجوه من قريتهم بدعوى أنهم أناس يتطهرون. قالوا أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلاحظوا كيف أن صاحب المنكر أصبح يدعي تمكنه من الأرض ومن البلاد ومن القرية، وأن الذي لا يأتي الفاحشة أصبح هو المطارد وهو محل السخرية ومحل الإنكار. هكذا تنقلب الأمور. يعني عندما يفتقد الناس إلى البوصلة وتنحرف الفطر ولا يبقى للناس كتاب يهديه من ربهم ولا أي شيء، فإن الأمور تنقلب رأسا على عقب ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلوط عليه السلام أنكر على قومه لكنهم تمادوا، إلى درجة أنه لما جاء الملائكة سمعوا بقدومهم، والذي أخبرهم بقدومهم هي زوجة لوط، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها بالخيانة كما قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله عفوا يعني ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. فخيانة امرأة لوط لزوجها هي أنها كانت تكشف سره، ومن جملة هذه الأسرار حضور الملائكة إليه. فلما سمعوا بالملائكة أقدموا إليه وجاءوا إليه يعني مسرعين يريدون أن يفعلوا بهم ما يفعلوه ببعضهم. فقال لهم يعني مستعطفا، قال هؤلاء ضيفي، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا واتقوا الله ولا تخذون. فردوا عليه برد منكر فيه قدر كبير من الاستعلاء والطغيان والجبروت، قالوا أولم ننهك عن العالمين، وكأنهم يعني قد فرضوا عليه نوع من الإقامة الجبرية وفرضوا عليه حصارا يعني حتى يحاصروا دعوته، فقالوا أولم ننهك عن العالمين. فأعاد لوط عليه السلام إليهم الدعوة، يقول لهم يعني لماذا لا تتزوجوا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني إن كانت لكم رغبة في الممارسة الجنسية فأتوها من الباب الحلال، لماذا تأتونها من الباب المحرم وتأتونها في غير ما رخص الله تعالى فيه وأذن فيه، وهو إتيان النساء من حيث أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا أولم ننهك عن العالمين، وقالوا يعني بهذه الصيغة يعني عندما قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لاحظوا قضية الممارسة الجنسية ينبغي أن تكون ممارسة طاهرة ليس فيها قبح، يعني الممارسة الجنسية تكون طاهرة عندما تكون في الحلال، تكون بين رجل وامرأة، تكون عندما يأتي الرجل زوجه يعني من حيث أمره الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها رجاء العفة أولا، أن الإنسان يستعفف بهذه الممارسة الجنسية ويرجو منها الولد. الشذوذ الجنسي ليس فيه أي شيء من هذه العناصر، يعني إما لقاء رجل برجل وما أقبحه، إما لقاء امرأة بامرأة وما أقبحه. إذن هنا
العلاقة الجنسية التي رخص الله سبحانه وتعالى بها هي التي نشأت أول ما نشأت بين أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء، وبسببها انتشر هذا الخلق وانتشرت هذه الدرية. أما الشدود واللواط والسحاق وغيرها من الأفعال الجنسية المنكرة فما هي إلا انحراف عن الفطرة الإنسانية وانحراف عن شريعة الله سبحانه وتعالى واعتداء على الجنس البشري. الذي يهمنا في كل هذا أو الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو شدة العذاب الذي تعرض له قوم لوط. يعني الله سبحانه وتعالى يخبر على أنه أن الله سبحانه وتعالى أتى قريتهم ومدينتهم فجعل الله سبحانه وتعالى عاليها سافلها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع مدينتهم كلها إلى الأعلى، ثم بعد ذلك ما كان عاليا أصبح في الأسفل. فيعني لك أن تتخيل هذا المشهد الذي فعله الله سبحانه وتعالى في لحظة معينة. ثم أن الله سبحانه وتعالى أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، بمعنى هذا كله عذاب أصاب هذا القوم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعاقبهم عقابا فرديا، إنما عاقبهم الله سبحانه وتعالى عقابا جماعيا. لماذا هذا العقاب الجماعي؟ لأن الله تعالى عاقب الفاعلين وعاقب المقرين كلاهما معا، الفاعلون بفعلتهم والمقرون الذين أقروا هذا المنكر أو سكتوا عنه، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على إقرارهم وعلى سكوتهم. إن الله سبحانه وتعالى لن ينجي من العذاب إلا من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا اليوم الدعوات تتجدد لتشريع هذا الفعل وإباحته بين الناس وتبريره، يعني تارة بأنه حالة مرضية ينبغي مراعاتها، وتارة بأنه فعل عادي ينبغي الاستئناس به، وأن الشواد هم مثلنا يعني، وأنه لا فرق بين البشر. كل هذه الدعوات التي نحكم عليها بالإنكار من خلال القرآن الكريم لا يستساغ ولا يقبل من المسلمين أن يتقبلها، حتى ولو اجتمع على تبريرها من يسمون أنفسهم أطباء أو أطباء نفسيون أو أنثروبولوجيون أو غيرهم من الحقوقيين أو غير ذلك، نقول هذا كله كذب وزور، كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على البشرية. لا ينبغي لأي مسلم ولا مسلمة أن يستسيغه، وينبغي أن لا نقبل تمرير هذه الدعوات من خلال البرامج الإعلامية أو من خلال الكتب المدرسية والمقررات الدراسية، بل ينبغي أن نقف في وجهها سدا منيعا، ونعلم ذلك لأبنائنا ولبناتنا لكي نقول لهم هذا الفعل كانت عاقبته يعني هو هذا الدمار الشامل الذي أصاب قوم لوط. والله سبحانه وتعالى لما عذب قوم لوط بهذا العذاب قال سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، بمعنى احذروا أيها الظالمون، فوقت ما فعلتم هذا الفعل وارتكبتم مثل هذه الجريمة فإن مثل هذا العذاب قريب منكم فاحذروه، كما كان عذاب قوم لوط قريبا منهم إذ أن الملائكة جاءوه بالليل وقالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء الصبح تولاهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب ونكل بهم، وهم مع شروق الشمس أصابهم ما أصابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من العذاب ومن أسبابه، كما قال لوط عليه السلام قال ربي نجني وأهلي مما يعملون. وهذه دعوة ينبغي أن ندعو بها، أن نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينجينا وينجي المسلمين وينجي أهلنا مما يعمله أصحاب الشذوذ الجنسي وأصحاب دعواتهم. فينبغي أن نكون على حذر من مثل هذه الدعوات مهما تسمت ومهما بأسماء ومهما تغلفت به من أغلفة، فإنما هي باطل وزور. الحمد لله أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفضح هذه الدعوات ويفضح أصحابها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لسنن الفطرة، وأن يرزق أبناءنا وبناتنا العفة، وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الزواج الصالح العفيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.